سئل الإمام الحسين عليه السلام عن فلسفة الصيام، قال: ليمس الغني أذى الجوع فيعود على الفقير بشيء من فضله. عن النبي الأعظم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله: لو يعلم العبد ما في شهر رمضان لود أن يكون رمضان السنة. الصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، بعد أن هاجر المسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وكانت أحكام الإسلام تشرع تدريجيا، فمثلا الصلاة أولا لمدة سنوات عديدة كانت الصلاة ولم تكن هناك واجبات أخرى، وبعد ذلك بدأت التشريعات الأخرى، فكان الصيام ثم كان الحج ثم كان الزكاة وهكذا. في الشرع هو الإمساك والكف عن المفطرات العشرة من طلوع الفجر، يعني أذان الصبح، إلى المغرب. شعيرة الصيام لها أهمية قصوى. هذه العبادة هي أحد فروع الدين العشرة، أفتى الفقهاء بأنها من ضرورات الدين، يعني أن منكرها منكر للضروري، ومنكر الضروري يحكم عليه بالارتداد. قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله سبحانه وتعالى حينما شرع الصيام في هذه الآية المباركة هون الأمر على المسلمين من خلال تذكيرهم أنكم لستم أول أمة تصوم. الآية تقول: كما كتب على الذين من قبلكم، إنما المراد به من قبلنا الأنبياء دون الأمم. والدليل على ذلك قول الإمام زين العابدين في وداع شهر رمضان: وآثرتنا به على سائر الأمم. هناك ثلاثة أسباب رئيسية دعت الإسلام إلى تشريع الصيام. أول سبب هو سبب اجتماعي، أن تسمع بالمأساة والمعاناة غير أن تعيش المأساة والمعاناة. أول هدف من أهداف الصيام أن تفكر وأنت جائع، أن تفكر بجوع الجائعين، وأن تفكر وأنت محروم بحرمان المحرومين. سئل الإمام الحسين عليه السلام عن فلسفة الصيام، قال: ليمس الغني أذى الجوع فيعود على الفقير بشيء من فضله. الفوائد النفسية: الإنسان مكون مو بس من جسد، من روح. الصوم يعطي بعدا معنويا للإنسان، يعطي دفعة وشحنة إيمانية للإنسان، يغلب الجانب المعنوي والروحي على الجانب الجسدي والبهيمي في الإنسان. الهدف الثالث من الصيام هو هدف صحي، هدف شخصي. لا شيء أفضل من تنظيم إدخال الطعام في المعدة. أكثر الأمراض التي يعاني بها منها الناس هي أمراض ترتبط بجهاز الهضم والمعدة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال مستهلا ومستقبلا شهر رمضان: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة.